ذا جمع في القراءات السبع واستهن سورة البقرة هم يستطعت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى nothing new here ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدي قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقابل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Of course you have the word Ibrahim. The قراءة of Ibn Amir بخلف عن Ibn Dhaqan. Remember here in this Surah Al-Baqarah, every where we have Ibrahim, for Ibn Dhaqan you have Wajhan. وجهاني فيه لابن ذكوان ها هنا أي في سورة البقرة. So every Ibrahim we come across with the Baqarah, Ibn Dhaqan has وجهان إبراهام and Ibrahim. As for the remainder of the Quran, he has إبراهيم قولا واحدا. As for Ibn Amir, قال الشاطي وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخذ إبراهام لاحة وجمل ومع آخر النعم حرفة إلى آخره. There are مواضع in which Hisham says إبراهام. And then this is one of the مواضع. So for Ibn Amir as a whole here, بخلف عن ابن ذكوان, they will say what? إبراهام. والباقون إبراهيم. طيب. نبدأ إن شاء الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Of course إبراهيم you have no تلقيق upon the law. Why? Because what if, يعني وفخمها في العجمي وفي إرامي. نعم. طيب. Then we have of course حمزة and since we have متوصل بزائد له فيها وجهان التسهيل والتحقيق. In this case. So next we have Hamza. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. And Kisai. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. Of course عهدي here we have the ياء إضافة and what comes after لام التعريف وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش عهدي في علا. So عهدي here إسكان في حفصا and حمزة والباقون به الفتح. قال لا ينال عهدي الظالمين قال لا ينال عهدي الظالمين قال لا ينال عهدي الظالمين. And then وإذ جعلنا we've come across that إذ here what comes after إذ جيم. So we have إضغام for أبو عمرو بن هشام والباقون به الإظهار. We also have واتخذوا لقراءة نافع عن ابن عامر بالفتح. قال الشاطبي واتخذوا بالفتح عما وأغلى. إيه نعم. And of course إبراهام again same تحديد mentioned earlier ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان. طيب. And of course when it comes to مصلى يبقى وجهان فو ورش تغليظ اللام مع الفتح وترقيق اللام مع التقليل. نبدأ إن شاء الله تعالى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهام مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدي أفكس وعهدنا إلى إبراهيم كس بيتي قال الشاطبي وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لون وسواه عد أصلا ليحفلا. And so نافع هشام حفص لا يصعب فتحة بيتي للطائفين والباقي بالإسكان بيتي للطائفين هنا. So this is one of the cases where a non-hamza comes after the ya idafa. That's the only khilaf that's worthy of mentioning here. نبدأ إن شاء الله. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين سورة الحج والعاكفين. طيب. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهام وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا ما قال إبراهيم نثنيه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذن قال ومن كفر فأمتعه قال الشاطبي فأمتع وخف ابن عامر فأمتعه وصى بأوصى كما تلا وكما قيل right so you say what فأمتعه for ابن عامر والباقون فأمتعه. طيب قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير والله أعلم.